قال مصدر رسمي أردني لرويترز إن هناك تقارير مؤكدة عن وقف إطلاق نار في جنوب سوريا يفضي إلى مصالحة شاملة بين الجيش والمعارضة. كان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قد أكد أن بلاده تجري اتصالات مستمرة لوقف القتال في الجنوب السوري، مؤكدا أن الأولوية ستكون لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتأمين الدعم والإسناد له. الاتصالات الأردنية الروسية مستمرة، لم تتوقف، هنالك اتصال مباشر. كما قلت، هدفنا هو التوصل إلى آلية يتم فيها وقف النار، توصل لوقف لإطلاق النار، التوصل لآلية تحمي المدنيين، التوصل لآلية تضمن تقديم كل ما نستطيع من مساعدات إلى أشقائنا السوريين. نحن في المملكة الأردنية الهاشمية نصر على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤوليته في التعامل مع هذه الأزمة الجديدة. الأردن يقف مع أشقائه، قدم وسيبقى يقدم كل ما يستطيع من عون وإسناد. تعلمون في الأردن حوالي 1,300,000 شقيق سوري، نشاركهم لقمة العيش، نشاركهم مدارسنا ومستشفياتنا. الآن في التعامل مع الوضع في الجنوب سنعمل مع الأمم المتحدة أيضا لضمان وصول كل المساعدات اللازمة لهم على أرضهم. نريد أن يعمل الجميع معا، يتحمل الجميع مسؤوليته، وأن لا نصل إلى مرحلة نجد أن الوضع يتفاقم.